مساء الخير عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كله يكون تمام والمزاج تمام. مستعدين لويكند ظريف هادي جميل. القراءة العامة، هنبتدي القراءة العامة، نشوف احوال برج الميزان ايه الشهر ده. ان شاء الله تكون احواله تمام. اوكي جميل يا سيدي، على روقانك يا برج الميزان، والله رايق وجميل وهنومة في نفسك كده. طيب حال برج الميزان دلوقتي عامل ازاي؟ حالته النفسية، حالته يعني السيتويشن بتاعته عاملة ازاي؟ او الطبع الغالب على الشهر ده بالنسبة للميزان مروق. عندنا طاقة النجم، ودي من اعلى واحلى الطاقات، كارت طبعا من الكروت الاساسية، بتوحي بحالة اتزان، حالة سعادة مش مبررة كده، وعطاء طبعا كتير جدا جدا. شايف نفسه او شايفه نفسها جميله، مستمتعه بالبيئه اللي حواليها، ايا كانت هي ايه، البيت، الشغل، حاسه ان هو في نعمه. الميزان حاسس ان هو في نعم كتير جدا، وعايز يدي، جواه طاقه عطاء من كتر ما هو حاسس بحاله اكتفاء من جواه. حاله متزنه ما شاء الله، جميله جدا جدا، وطاقة قوية جدا جدا ما شاء الله، وطاقة كمان إبداع، وزي ما قلنا طاقة عطاء لا ينتهي. اللي عايز حاجة من الميزان ياخدها دلوقتي، يعني هو ما عندوش مشكلة خالص، يديك عينيه. ما شاء الله حاجة حلوة جدا جدا. إيه اللي بيسعى ليه الميزان ونفسه يعمله؟ أنا شايفة إن هو هنا تقريبا يا إما ده الكارت ده معناه البيت، إما إن هو عايز يتواصل مع عيلته، يكون قريب منهم، يقضي معاهم وقت، أو إن هو عايز يشتري بيت، عايز يرجع البيت. ده كل واحد بقى ايه يفسرها على مزاجه، مفيش حاجه هتوقفك على فكره. اللي حابب ان هو يلتقي بعيلته ويقضي معاهم وقت، هم موجودين، ويا ريت تعمل ده. اللي حابب ان هو يعمل احتفال بحاجه معينه، زي ما تقولوا بيحضر لحاجه، عايز يعمل احتفال كبير ويشارك ناس كتير فرحته، يلا بينا يعني، يا ريت. فشايف ان هو بيسعى، الميزان بيسعى ليه احتفال او تجمع عائلي يخص عيلته وبيته والناس المقربين جدا ليه. وكمان الكارت ده بيوحي ان الميزان حابب، ده كان كمان كارت الانجيجمنت، الخطوبه او الزواج، الاثنين يعني تقريبا بنفس الوتيره، ان هو برده ده بيكون احتفال عائلي وبيشاركوا عيلته. الميزان يسعى لارتباط رسمي واحتفال بزواج او خطوبه. ايه الحاجات اللي التحديات اللي قدام الميزان الشهر ده؟ شايفه انه في حد بيحاول ان هو يهبط من الطاقه دي. انتوا عارفين بقى الناس اللي ما شاء الله ما اكترهم، بس انا بسميهم مصاصين الطاقه. انت الفرحه دي جايلك منين؟ انت مبسوطه على ايه؟ انت مش دريان باللي بيحصل، انت عايش في كوكب تاني، انت مش دريان باللي بيحصل. شويه ايه بقى، ايه طاقه سلبيه كده، اللي هو بيحاول يعطل طاقة الحماس والحب اللي عندك ده، وعمال يحبطك ويقول لك ايه يا عم سيبك، بلاش السعادة دي مش مبررة والكلام ده كله. أرجوك ما تسمعش للشخص ده خالص، ما تخليهوش يحبطك ويغير الهالة الجميلة اللي حواليك دلوقتي، استمتع بيها جدا وما تسمعش للكلام اللي بيتقالك ده. ايه الحاجات اللي ممكن تساعدك؟ أصدقائك القدام، القدام جدا، دي الحاجات اللي ممكن تساعدك. قضي معاهم وقت يا حبايبي، بصوا دول اصدقاء طفوله، خلينا نزود الطاقه دي اكتر، وطاقه السعاده اللي انت فيها وحاله الرضا والاستقرار اللي انت فيه ده، قضي وقت معاهم. ما تقضيش وقت مع ناس انت ما بترتاح لهمش وما بتحسش معاهم بحاله الراحه والاتزان دي. قضي وقت مع قريبين جدا، صحابك القدام، اصدقاء الطفوله، الحاجات دي كلها هتحفز عندك الموضوع ده اكتر، وهتستمتع بشهر ما شاء الله جميل جدا جدا. ايه المتوقع النتائج اللي تحصل الشهر ده بناء على الطاقات اللي انا شايفاها دي؟ ده انت مكتسح يا برج الميزان، اكتساح، يعني في الشغل ما شاء الله، بص سهم ماشي، مفيش حاجه بتوقفك، طاقه ما شاء الله مشغل التربو، عنده حماس، عنده طاقه، عنده هدف عايز يوصل له وبيسعى له بمنتهى القوه، وايا كانت العراقيل مش هتعرف، انسى الموضوع ده. مش الموضوع ده مش جايب همه، ما تسمعش لحد، كمل في الطريق بتاعك، لان شايفه ان شاء الله بتوصل نتائج كويسه جدا جدا، وتحقيق هدف كويس جدا هيحصل عند برج الميزان الشهر ده.
ايا كان التارجت بتاعه كبير او صغير، ايا كان هو ايه، بس شايفه ان شاء الله الطاقه عنده مذهله. حلو جدا، حلو جدا يا مودي. طيب تعالوا نطمن نشوف الميزان ماديا اخباره ايه. حلو برضو، مش وحش خالص. هنا في هنا زي ما تقولوا بيحقق تارجت، يعني لو هو يعني مثلا كان بيسعى، شايفه ان هو كان بيحاول يظبط الميزانيه بتاعته، تقريبا ظبطت مع الشهر ده، ظبطت خلاص، الدنيا اتلمت ووصل الحاجه اللي كان بيسعى لها وبيهدف لها من ناحيه الماديه بتاعته. في ناس ممكن كمان يبقى هو خلاص على وشك، في ناس خلاص حققت التارجت ووصلت لحته كويسه الحمد لله ماديا، وفي ناس في الطريق ان هي توصل لده. ركزوا يا ميزان، هتوصلوا حاجات هايله الشهر ده. طيب صحية، أخبار الميزان إيه؟ كمان كويس جدا ما شاء الله، ويعني شايف إن هو شايف إن هو كمان متطلع إن هو كمان يحسن من صحته أكتر وأكتر، نظام غذائي كويس، بيلعب رياضة، عايز يلعب رياضة، متطلع إن هو يحسن كمان من صحته أحسن وأحسن، الحمد لله قراية الميزان فعلا مبشرة. حلوة جدا. الناس اللي لسه ما وصلتلهاش الطاقة دي اسعوا لها، انا شايف ان هي موجودة، استغلوها، ما تسمعوش لحاجات بتحبطكم، ما تبقوش مع ناس بيقللوا من طاقتكم وبيقللوا من عزيمتكم، خليكم مع الناس اللي بتشجعكم، الناس اللي بتديكم فعلا طاقة وبيشحنوكم اكتر. طيب تعالوا نشوف بقى عاطفيا، ان شاء الله الميزان يكون بالحلاوة دي زي اللي ما احنا شايفينها في القراية العامة ولا ايه النظام؟ نشوف القراءة العاطفية لبرج الميزان. ندي الشفل اوكي. القوس هيتقال حبايبي، كل حاجة هتتقال، خليكم معايا، هنقول كل الأبراج إن شاء الله. اوكي برج الميزان انا شايفه ان هو دلوقتي يا اما بيدبر حاجه، مش بيدبر، ما تاخدوش الموضوع ان هي مؤامره، يعني هي مش مؤامره، هو بيوضع خطه، هو بيحاول يوضع خطه هنا، دي عملية تخطيط ان هو ازاي يمكن عايز يخرج من دايرة معينة العلاقة دخلت فيها، فبيحاول يرسم لها شكل كده بحيث ان هو يخرج من الدايرة دي ويطلع بأحسن نتائج ممكنة. دي حاجة كويسة جدا ان الواحد يفكر ويخطط ويعني يحط كده بلان ويمشي عليها، انا هعمل واحد اثنين ثلاثة. لسه هو في حالة حيرة شوية، اسلك انهي طريق؟ هل اسلك طريق يعني بالراحه، ناخد الموضوع بالراحه، ولا ابتدي اقفش، ولا اعمل ايه بالظبط؟ فانا شايفه انه الميزان في حاله حيره شويه، مش عارف ياخد قرار بالنسبه لطريقه التعامل المثلى مع الشريك بتاعه، بس هو بيفكر. الشريك الناحيه الثانيه فاكرك يا ميزان خدت قرارك خلاص، تمام، شايفك جادجمنت، هو فاكر ان انت حسمت قرارك بس انت لسه ما حسمتوش. فبالنسبه لشركاء الميزان، لا، الميزان لسه ما اخدش قرار بالنسبه للعلاقه دي هيكمل او هيتعامل فيها ازاي، هو لسه بيفكر، هو ممكن يكون او حالك ان هو اخد قرار خلاص لكن هو لسه ما اخدوش. اوكي؟ الشريك بقى الناحيه الثانيه عنده حالته عامله ازاي؟ عنده طاقه القمر، ودي طاقه مش حلوه خالص، فيها نوع من انواع الكآبه، فيها نوع من انواع التحفز والترقب، وزي ما تقولوا كده واصله لي كده مسج، يعني انت بتبقى بتقول له حاجه بتوصل له بمسج ثاني خالص، يعني بياخد اوحش ما في الكلام او اوحش العلامات اللي في الكلام وبيتصرف على اساسها. ف اللي انا شايفاه لشركاء الميزان، لو سمحتوا ما تاخدوش، ما تبدوش يعني، ما تحطوش اكشن على اللي انتوا شايفينه من الميزان، لان انتوا شايفينه ده مش حقيقي، هو لسه ما اخدش قرار، وحاولوا تفهموا كلامه صح، ما تفسروهوش على مزاجكم.
تمام، او تاخدوا الحته اللي انتوا عايزينها، لان زي ما تقولوا فيها طاقه تحفز، وكمان بتقولي صباح الخير حاجه فيها كده، فاهمين قصدي؟ ف على الهادي. شريك الميزان نفسه في ايه؟ انا شايفه ان هو عارف ان هو غلطان، هو غلط في حاجه تمام، عارف ان هو غلطان بس نفسه ما يعترفش بغلطه ده، واللي هو ايه، عدي يا ليلى ما حدش خد باله، وعادي من غير ما اعتذر او من غير حتى ما يعني اشاور كده اقول انا غلطت في كذا معلش حقك عليا او حقك عليا. ففي حاله مكبره شويه ونفسه يكبر اكتر، كويس. الميزان بقى الناحيه الثانيه نيته ايه؟ بصوا حلاوه الميزان، عايز يصلح، يعني هو عايز يشوف المشكله فين ويصلحها، يعني ايه الديفو احنا بنتكعبل في ايه، وعايز يبتدي ان هو يصلحها كده بذكاء وبطريقه عمليه جدا جدا وعقلانيه جدا. عقلك يا ميزان ما شاء الله حاجه فعلا مبهره. طيب الميزان شايف شريكه ازاي؟ بيتهرب، اما بيتهرب من الكلام حتى ما بيتكلمش مع الميزان، او بيتهرب من المسؤوليه، والمسؤوليه طبعا اشكالها كتيره جدا، ومنها اهم حته ان الواحد يبقى متحمل المسؤوليه انه يعترف بغلطه، دي اقل حاجه، معلش انا غلطت في كذا، احنا بني ادمين وبنغلط عادي مش هيشنقك. فهو بيهرب من المسؤوليه بالشكل ده، متاكده منه، وممكن يكون بيهرب من المسؤوليه في حاجات تانية، بالنسبه للحياه، بالنسبه لو مثلا ارتباط ان هم يرتبطوا بيحاول يتهرب من الموضوع ده، او بتتهرب من الموضوع ده مش عايز يواجه، تمام. ده هنا واحد بيهرب من مواجهه، تمام. ده ازاي الميزان شايف شريكه؟ شايفك بتهرب ومش قد المسؤوليه. الطاقه ما بين الميزان وشريكه دلوقتي فيها حاله وهي وقت عم كده صبر. وانا وصلني بقى ماس دلوقتي ان هو مش صبر، مين اللي هياخد الخطوه الاولى؟ كل واحد مستني يشوف التاني هيعمل ايه. هو ده بالظبط اللي انا شايفاه، انه في حاله ترقب زي ما قلنا، وكل واحد مستني يعمل ايه. الميزان بيفكر، هو لسه بيفكر وعايز يشوف احسن حلول. الشريك الناحيه الثانيه مستني يشوف الميزان هيقرر ايه في النهايه، تمام. طيب ايه اللي بيحصل الشهر ده؟ شايفه انه ممكن يكون الموضوع لسه ماشي بشكل طبيعي، في فرص كتير جدا ان احنا نقعد ونتكلم ونوصل لحلول حلوه مع بعض، والدنيا ماشيه بشكل كويس، يعني لحد دلوقتي ماشيه بشكل كويس. الشهر اللي جاي بقى في، والله اعلم طبعا، في دروب بيحصل في العلاقه، حاله ندم، يمكن شريك الميزان يندم ويقول انا صرفت غلط وانا زعلت الميزان مني، وهبتدي ان انا يعني اظبط نفسي كده وان انا اظبط الدنيا. ندم، ندم، يا ريتني ما عملت. وممكن يكون الميزان يا ريتني ما تهاونت مثلا. فشايفه هنا يمكن يكون في حد هيصدر منه خطا وهيبتدي يندم عليه، فخلينا ان احنا ايه نحاول نتجاوز الكارت ده، وبلاش نعمل تصرفات هوجاء. وانا متاكده ان الميزان مش من طبعه الحاجات دي، الميزان بيفكر كويس جدا قبل ما ياخد اي خطوه. فخلينا، انا شايفه المسج دي رايحه اكتر لشريك الميزان، حاول انك انت ما تعملش حاجات ممكن تندم عليها بعدين، او تقول كلام تندم عليه بعدين. انت بتتعامل مع شخصيه عقلانيه وهاديه وراسيه وعاقله كده، حاول تكون على قدر من المسؤوليه وتتعامل معاه بنفس الشكل. طيب شايفه هنا الشهر اللي بعده، احنا بنتكلم في شهر دلوقتي، ممكن يكون احنا 5 6 7، شهر 7. شايفه هنا لو انتوا مرتبطين متزوجين، شايفه حاله فيها فرحه وتجمع اسري وحاجه ما شاء الله فيها سعاده وفرحه، ويعني تلاحم كده في، يعني خلاص، يعني خلينا نقول المشكله ان شاء الله تكون عدت تماما، اللي انتم ممكن تكونوا بتعدوا بيها، او الموقف، هي مش مشكله، الموقف اللي انتم بتعدوا بيه دلوقتي، فشايفه ان هو في انسجام وحاجه حلوه قوي. بالنسبه للناس اللي لسه ما ارتبطوش، فدي بدايه عيله جديده، خلينا نقول انه هنبتدي نتكلم في ارتباط رسمي، وممكن يكون بيتم بالفعل ان شاء الله في شهر 7. القراءه مش بطاله خالص، خلينا نوصل للدرس المستفاد. اللي بيتعامل مع الميزان، شريك الميزان، اول حاجه من اهم الحاجات اللي بتدل ان انت شخص مسؤول، انك انت تعترف بخطأك وقت لما تغلط، وصدقني هتقطع شوط كبير جدا. هو الميزان منتظر ان هو يشوف ده منك، تمام. والاعتذار مش لازم يكون رسمي، يعني انا اسف او انا اسفه، بس يعني
اولا تصلح الغلط اللي انت عملته، مش لازم تقول لفظيا انا اسف لو دي صعبه على ناس كتير انا عارفه. تبتدي تعمل عكس اللي انت عملته، فدي طريقه اصلاحه. بالعكس انا بشوفها ان هي احسن كتير من كلمه اسف. يعني انت تخرم لي عيني وتقول لي اسف اعمل ايه باسف؟ لا انا عايز اشوف اكشن. فلو انت تصرفت بطريقه يعني كويسه وعكس الخطا اللي انت عملته هيكون احسن كتير. اوكي تعالوا نشوف كروت الحكمه هتنصحكم بايه يا ميزان، مع ان انتوا تنصحوا بلد. جميل جدا، زي ما قلنا في القرايه العامه بتاعه الميزان ان هو ما شاء الله عنده طاقه ابداعيه وطاقه عطاء كتيره جامده جدا الشهر ده، وبليز استغلوها على قد ما تقدروا. في هنا لا انتوا السماء مفتوحه، ايماجن يعني الهدف اللي انت حاطه دلوقتي او اللي انت بتسعى له يا برج الميزان، يعني اطلب واتمنى، اطلب واتمنى. ما شاء الله شايفه فيه يعني في طاقه صفاء كده في دماغك، دماغك صافيه جدا وفعلا اللمبه منوره عندك جدا. استغل الوقت ده حلو جدا، وفعلا تخيل وابتدي ارسم خطه كويسه جدا لمستقبلك القريب ان شاء الله. خلينا نقول مثلا على نهايه السنه عايز اوصل لكذا كذا كذا، وابتدي اشتغل عليه. فشايفه ما شاء الله النصيحه اللي بيصحها لك كروت الحكمه انك تخيل، تخيل اللي انت عايزه، يعني the sky is the limit. عيش حياتك، تخيل زي ما انت عايز.